تبييض هو تبييض انواع. نبدو احنا بلونشيمون بيلاتوار معناها واش معناتها؟ معناتها ماذا بينا احنا ما نروحوش للليزر، مش لازير اي الترا فيولي اشعه. نعم، لان سؤال تبييض بالليزر مضر ام لا، ام لا هناك طريقه احسن لا للتبييض؟ لا ما نقدرش نقولوا مضر، ما نقدرش نقولوا مش مضر. سؤال من على حساب الحاله، على حساب الحاله. نعم اه، قادر يكون مضر لبعض الحالات وقادر يكون مش مضر اكثر لبعض الحالات. مثلا 80% الحتميه هنا ما كانش في العالم، في عالم الطب ما تقدش، ما تقدش، لازم تشوف، لازم تشوف. احنا كان من يجونا في النهار 8 حالات، ثلاثه نقولهم انت ما تجيكمش، لازم تروح الحاجه الاخرى، كاين حلول واحده اخرى بديله. انت تقدر تبيض، خاصه السن فيارج، واش معناها السن ما تحاربت من قبل، ما تمساتش، ما يهمش حتى تولي صفراء، عندها خط العرجون نقولوا احنا بالسوا، والله درموس بالفرنس يسموه درموس، خط العرجون هكذا البني، باسكو احنا موجود هنا في الجزائر في واد سوفا، في غزه وفي العراق، هذوما ثلاثه بلايات، هذوما ثلاثه اللي بيير فيهم عندهم هذا الدرموس. احنا هنا نقدر نديروا تبييض بحذر، بدون خرط في الاسنان، بدون شفط في الاسنان، تقدر دير عمليه تبييض. حصه اثنين تخرج سنانه بيضاء بشرط عنايه، ما يديش يدخن، ما يديش يدير طابه، ما يديش يشرب اللي جت، يجبد اللي جت، لازم عنايه ثاني. هذه كيفاش؟ نعم، حتى يواصل فيها.